الواضع القلب بالآب والابن والروح القدس آمين. إخوة الأحبة، اليوم عيد قلب يسوع. هيدا العيد رائع جدا، أروع أعياد الله، عيد القلب الطاهر النقي يلي بحب، عيد الحب الإلهي. ما في أشبه من هالعيد بالحياة، عيد العطاء والحب. هون اخوتي لازم نفكر، قلبنا هل يا ترى بيشبع قلب يسوع ولا لا؟ هيدا الشيء لازم نفكر فيه بهالعيد، هل يا ترى قلبي عم بعيد مع يسوع ولا لا؟ هل يا ترى قلبي فيه الحب الحقيقي اللي علمني اياه يسوع ولا لا؟ هيدا السؤال الحقيقي اليوم هالعيد. في فرق كبير بين حب العالم حب يسوع المسيح، شاسع جدا. وانتوا لازم تعرفوا العالم بيخدمك وبيخدمني 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 وبيخدم كل الناس ليطلع له شيء من وراء هالموضوع. يسوع بيخدمك وبيخدمني وبيخدم كل الناس، مش بس ما بيطلع له شيء، بيعطي كل شيء لأنا بحب عظيم. فننمو ونكبر. حب العالم حب بيخلص بديهة، حب بينتهي عند أي مشكلة بس يصير في مشكلة صغيرة بين اثنين قامت وقعدت وصار في حواجز بين بعضهم وطلعت الدنيا ونزلت بهالعالم. حب يسوع يا حرام من بعده يمكن بخطايانا من بعده بكل شيء بنعمله، من بعد الاربين وكلمة الله فوق كل شيء بضل يحبك، فوق كل شيء ما بقول لك غفل عني ولا مره، فوق كل شيء ما بقول لك انت انسانك مش مين روح شوف شيء مطرح تاني ابعد عني ولا مره. يسوع بضل يحب ويرحم ويغفر للابد من دون حدود. هيدا اليوم خبرها البابا، اجا قال له خوري كان عم يعمل رياضة لاخواني بروما اليوم، اجا قال له قديش لازم نغفر؟ انا بغفر كثير، وعند الهم اوقات لانه انا خوري بغفر زيادة يمكن عن اللزوم. شو القصة؟ هل يا ترى انه الكنيسة بتسامحني او عم بعمل غلط؟ هذا ذكر روح شوف يسوع وقلب يسوع شو بيقول لك. واذا في مره بيقول لك يسوع ما تغفر، بيكون هذا الشيطان عم يحكي فيه مش يسوع. يسوع بيطلب منا الغفران بلا حدود. قلب يسوع اخوتي بيعطي بلا حدود ويغفر بلا حدود، وهو رحمه بلا حدود لا تنساه. قلب يسوع مش بس هودي اثنين، قلب يسوع بيعطينا القداسة والحكمة وبينمينا بحب الله. هيدا الرابع. وكيف بينمينا بحب الله؟ قلب يسوع بيعطينا من قلبه نعمة انه نفهم الكلمة، نعمة انه نعيش كلمة الله بحياتنا. قلب يسوع ساكت اللي بقله يا يسوع الذي يفقد القلب، اجعل قلبي مثل قلبك، يعني اجعل انه حقق مشيئتك بحياتي. انا ضعيف، انا قلبي مثل كيف هو مريض، انا قلبي مش قادر يعمل اللي انت عم تعمله ليسوع، بس بفضل قلبك انا كثير مثلك بهالعالم وبشهد لإلك بهالدوم. قلب يسوع بيعطي بلا حدود، بيغفر بلا حدود، وبيعطي الإيمان بلا حدود. بختم بمن شغلة بعد، قلب يسوع يتألم بلا حدود، بلا حدود يتألم مع المتألمين. هل يا ترى قلبي مثله؟ بعيش ألم مع المتألمين بهالعالم اليوم؟ يمكن في هون بفريق ما في كثير فقراء، هيك قالوا لي اول ما جيت، بعدين اكتشفت انه في فقراء متألمين.
انا وين قلبي من قلبه هالليل؟ في ناس كتير مرضى وقاعدين ببيوتهم، وين قلبي من قلبه هالليل؟ انا دايما بزعل بس يكون في مريض ويموت، ما بيقولوا لي عنه، ما بيقولوا لي انه يا ابونا في مريض تعال اعمل فيه المسحه الروحيه، في قلب يسوع لإله، في حب يسوع بالقربين قبل ما يموت. ما لازم يموت مريض والكوري ما يجي لعنده، الكوري بيعطيه مسحه المرضى، مسحه الشفاء. وانا على خبر على خبرتي انا الشخصيه، كل مره بنعطي مسحه المرضى لمريض بيرجع بيشفى وبيرجع بيعيش من جديد. مش لانه كوري طاهر، الموضوع لانه قلب يسوع ومسحه قلب يسوع اروع مسحه بالحياه، بتعطي الحياه للانسان. اخوتي الاحباء، قلب يسوع بألمه يشفي المتألمين. قلب يسوع يتألم اليوم، ونحن بدنا نتحد معه اليوم، نتحد مع ألم يسوع، بدنا نقول له يا يسوع نعرف ليش عم تتألم، لأنه أول شيء أنا عم عيش خطية، لأنه أول شيء في ناس كتير بهالدنيا عم بيعيشوا خطية، عم يذبحوا الناس مثل الله، لأنه يا رب في هالبلاد كلها عم بيشرعوا قوانين ضد الإنسان ولقتل الإنسان، لأنه هيك قلبك عم يتألم، بدي اتحد معك يا قلب يسوع. لانه قلب يسوع بيتالم، لانه في كثير الم بهالوجود. اذا بتريدوا اليوم اكيد رح نعمل هالنجاح مع سلسله قلب يسوع اللي اجى من لبنان، بنشكر اللي اعطونا اياه ومدونا اياه للكنيسه بقوه قلب يسوع. نحن ماشيين بالمسيره اخوتي، اذا بتريدوا كلنا سوا نشعر بالم يسوع بهالوجود، بنقول له يا يسوع منكرس لك هالعالم كله، فيتحول هالعالم كله لقلبك الطاهر، لقلب حب مش قلب ضغيني. هيدا الشيء الحقيقي اللي لازم نفكر فيه اخوتي اليوم، ونصليه من كل قلبنا، كرمالي انا، كرمالكم، كرمال عيالنا واوطاننا اللي عم تتألم بالحرب والتبذير بكل الامور البشعه اللي عم بتصير. هيك تصلوا من كل قلب وإذا بتريد. في رياضة روحية 27 و28 في وكاس بالجيال لبنتات لبنتين جوان أبري دوموني مطرح ما ظهر قلب يسوع لا سور مارغريت ماري ألاكون. كثير مهم إخوتي تروحوا معنا اللي بيكتب بهالشيء اللي محضرينه، رياضة روحية رائعة مع قلب يسوع في وكاس بالجيال دموم أبيك يسوع. Si vous avez le temps, le dernier week-end de juin, تعوا معنا، عيشوا معنا الصلاة والحب، ما فيها شيء هالدنيا، كلنا رايحين، بس نروح ويكون قلبنا مثل قلب الله. أحلى روحة من هالدنيا، أحلى روحة، يكون قلبنا مثل قلب الله. نذكر كل موتينا كمان، لله يعطيهم من قلبه ويتحدهم فيه بهالسما بفرحة. نؤمن بإله واحد.